برضه للاهلي تاني. الفكره ان انت طب ناخد كابتن احمد ايوب يا كابتن وليد مع امير هشام. امير اتفضل. تليفون كابتن احمد ايوب. الو كابتن احمد. ايوه معاك. الف الف مبروك. ربنا يخليك. طبعا انا عبد الحميد حسن معاك من النادي الاهلي قناه الاهلي. كابتن ربيع ياسين، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سمير كمونه. كابتن ميدو طبعا تحياتي ليك، تحياتي لكل النجوم الكبار، كابتن ربيع وكابتن وليد وكابتن سمير، تحياتي ليهم طبعا. يعني مبروك مبروك يا احمد. مبروك مبروك كابتن بتوعي واخواتي. الف مبروك كابتن احمد. مبروك مبروك، واللي جاي احسن ان شاء الله. انا عايز اقول لك ان احنا هنا كنا الدرجه الثالثه بتاعه الفريق النهارده في القناه بجد والله العظيم. يعني عملتوا مباراه رائعه بكل المقاييس، يعني مباراه فنيه هايله جدا 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 امتدادا للمباراتين السابقتين. حاجه جميله جدا كانت روح الاهلي النهارده او شخصيه الاهلي النهارده في كل اللعيبه بلا استثناء. والله الحمد لله، يمكن انت قلت يعني شخصيه النادي الاهلي كانت موجوده النهارده في كل حاجه، يعني اللي بيلعب واللي ما بيلعبش. الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا، عشان يعني حتى ما حدش يزعل. يمكن احنا كان ضغطنا في بدايه البطوله تحديدا اول مباراه، رغم احنا اداء يعني عملنا اداء جيد، خدنا وما كانش فيه توفيق، يعني كانت صعوبه كبيره علينا، ولكن الحمد لله يعني الخبره والتماسك والثقه الكبيره اللي موجوده عندنا وعند اللعيبه قدرنا نوصل للمرحله دي. وانا النهارده ماتش صعب، يعني اي فرقه عندها امل وممكن توصل، ولكن الحمد لله الاصرار والجديه. انا بقول لك انا النهارده انا كنت حاسس ان بلعب ماتش يعني مباراه نهائيه. انا بالظبط 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 في ادوار لسه اولى. يعني انا ولا يعني مش هي نهائي ولا هي نهائي، وبيبقى فيه الاحساس ده والروح دي والفاعليه والقتال، ويعني ربنا بيوفقك في اخر لحظه. يعني شعور جميل، وشعور الواحد مش قادر يقول. انا بقول لك احساسي وانا في الملعب انها مباراه نهائي فعلا. يعني ده الاحساس بتاعنا كلنا كابتن احمد، لان المباراه كان فيها تحدي لشخصيه نادي الاهلي تحديدا، لان المباراه لازم الاهلي يكسبها. طبعا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني ربنا ما ضيعش مجهودنا ولا مجهود اللعيبه ولا اصرارنا، والحمد لله يعني كان عندنا اهداف بتبدا تحققها واحده واحده رغم الانتقادات الكثيره والكلام الكثير اللي بيتقال، ولكن يعني الجهاز موجود وبيشتغل وبياخد قرارات لمصلحه الفرقه ومصلحه النادي. يمكن زي ما بيقولوا يمكن اللي على بر اللي على البر عوام، يعني في حاجات اكيد 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 حاجات كتيره مش كل الناس تعرفها ولا مطالب الناس تعرفها. احنا يعني بنركز في شغلنا وبنحب شغلنا وبنحاول نخلص ونعمل اللي علينا، والحمد لله توفيق ربنا بيكون معانا في النهايه. اكيد يا كابتن، ضريبه النجاح دايما هتلاقي انتقادات من ناس مغرضه جدا. واحنا انا عايز اقول لك ان احنا مرايتكم هنا خلي بالك طبيعه العمل في الاهلي هي يعني طريق العمل في الاهلي هو كده، لازم ضغوط في كده، لازم شخصيه قويه، شخصيه يعني بتتحمل الضغوط عشان تقدر تتعامل في كل المواقف يعني بهدوء وبثقه. يعني انتوا بتردوا على الانتقادات يا كابتن برد يعني ولا اروع من كده، يعني رد بطولات، رد سجل يعني دوري بلا هزائم، رد في بطوله العربيه، رد في افريقيا، رد في كاس مصر، بتردوا بكل يعني حاجه فيها نجاح. أنا بصراحه انا اقول لك حاجه، اذا كان الناس كانت بتقول البطوله في بدايتها بطوله مش قويه، لا هي بطوله قويه، وشوف المستوى قويه جدا الفرق، مستوى الفرق معظم الفرق عامل ازاي، معظم الفرق مستوى عامل ازاي. انت بقى مريح 11 لعيب وبتلعب بلعيبه بقى لها فتره ما تشتركش وبتديها الثقه في بطوله كبيره، واللعيبه دي بتنجح وبتأدي وبتوصل للدور اللي بعد كده، اكيد ده نجاح كبير. يعني بتكسب انك بتريح لعيبتك، وبتكسب لعيبه بقى لها فتره ما تشتركش بتجهزها، بتكسب لعيبه جديده بتشارك وبتاخد ثقه وبتحرز اهداف. يعني المكاسب متعدده وكثيره في الصوره الحمد لله. انتوا لو شفتوا شكلكم يا كابتن احمد بعد هدف بركات عمرو بركات، هتحس قد ايه ان الهدف ده طلع انفجارات طبيعيه من جواكوا، هتحس ان انتوا كمان حاجه ما شاء الله بصراحه. يعني خلي بالك انت كنت عايش خمس دقائق، كل الناس بتجري هي يعني مصير حاجات كتير في الصوره. يعني خمس دقائق يتحدد عليهم مسار حاجات كتيره. بالظبط الحمد لله احنا كسبنا، تعبنا كل المباريات اللي فاتت علشان كده ربنا ما يعني يضيع تعب، وخلانا يعني يمكن الماتش صعب كمان لما جيت فينا جول، يعني كان صعب جدا. انت بتلاعب فرقه منظمه جدا جدا جدا. انا عايزك تقول لي احساساتك يا كابتن احمد، احساساتك انت من اول الهدف الاول دخل في الاهلي والاحساس الثاني بعد ما تعادلت، وكان عندك احساس ان احنا هنكسب، قول لي الاحساسات اللي شعرت بيها. كمان مره انا ما جاتلي ذره احباط وانا على الخط، كنت دايما متمسك بالامل. انا كنت انا بقالي من اول البطوله دي مع اللعيبه وكل يوم معاهم شايفهم وقد ايه، عارف اللعيبه دي رجاله وعارف ان هم تعبوا وبيلعبوا في التمرين. اللعيبه دي يعني يا جماعه بصوا، اللعيبه دي كم واحد فيهم ما كانش بيشارك كل الموسم؟
كم واحد فيهم بعيد عن الماتشات، كم واحد فيهم يعني العناصر دي، كم واحد يعني لسه جاي علينا ودخل مع الفرقه، كل الحاجات دي يعني في الكوره بتبقى مؤثره جدا جدا. اكيد انت ممكن يكون في يعني اثرت علينا في بعض الحاجات الثانيه داخل المباراه، ولكن احنا كسبنا روح، كسبنا قلب، كسبنا شخصيه، ده فعلا مكاسب كثيره طبعا لينا. فعلا فعلا يعني كل البطوله مكاسب من اول ماتش لحد الماتش ده. كابتن احمد بتفق معاك تماما، اكتسبت لعيبه، اكتسبت شخصيات، أنا اكتسبت روح. يعني عاوز اقول لكم طبعا يعني اوجه شهر الشكر لمحمد نجيب. محمد نجيب قبل يعني بين الشوطين عنده ثقل في العضله الضامه، الراجل اصر انه يشارك، احنا كنا هنغيره في الثالث بين الشوطين، ولكن الراجل تحامى على نفسه واصر انه يشارك، حتى كان هاني بيسخن بين الشوطين، كان احتمال كبير جدا جدا ان نجيب يخرج بعد اول خمس دقائق، ولكن نجيب كل ولا حتى انا بكلمه وهو بيقول لي لا انا مكمل، انا لسه كويس، انا هقدر. يعني انا من خلالكم لازم اشكره واقدم له التحيه، لانه تحامل على نفسه، لانه يعني اول مباراه يمكن لما جه فينا جون وهو كان يمكن سبب من اسباب الجون، يعني كان زعلان وكاشف نفسه، ولكن رغم انه يمكن تعبان شويه ولكن عنده اصرار اخر لحظه يكون موجود مع فريقنا. وانا بحييك على هذه التحيه كابتن احمد، وبنحييك على تحملك مسؤوليه النادي الاهلي في البطوله في الماتشين او المرتين السابقتين، برضو مسؤوليه بتبقى كبيره جدا جدا، انا عارف ضغوطاتها قد ايه والانتقادات طبعاً. كمان احييك برضو ان انت وقفت قدامها، ما كانش في اي مشكله، وهو ده هي دي شخصيه اي حد في الاهلي يا كابتن احمد. والله الحمد لله، يعني هي في البدايه طبعا ثقه كبيره من كابتن حسام لما يسافر اكون موجود يعني مع الفرقه وقود الفرقه، لكن انا يعني كنت دايما كل يوم في تواصل مع كابتن حسام لترتيب كل حاجه قبل المباراه من المعسكر والتشكيل والسيناريو المباراه، فطبعا انا بشكره الثقه اللي هو مديهالي، والحمد لله يعني يمكن احنا حاولنا في اول مباراتين وادينا، والحمد لله هو النهارده كان موجود والفرقه قدمت اداء مميز وقدرت هو موجود يوصل للدور اللي بعد كده. الحمد لله احنا كلنا موجودين هنا بنشغل الاهلي وبنخدم النادي الاهلي، والحمد لله مزيد نجاحات الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. قبل ما كابتن وليد صلاح يسالك، اسالك اخر سؤال، لما فكرته في تغيير حسين السيد بعمرو بركات؟ لا يعني خلاص، انت تعادل، يعني تعادل بالنسبه لك زي الهزيمه، فتغيير الناس عندك، الناس قدام يعني شغاله وبتروح، طب انا مش عاوز اقلل يعني انقص عددي قدام، فسحبت حسين وخليت يعني يمكن الجبهه دي يمكن مال فيها شويه قدام محارب بالظبط بركات للامام، لان بركات رجله جامده وبارد تجيله كوره يصوب، دي كانت فكره نزول عمر، كان صعب جدا اقلل العدد قدام، لازم اعمل كتابه خلاص يعني مفيش وقت بالظبط، يعني ده التفكير بتاع الجهاز. يعني انا بحييكم على هذه التغييره، حتى لو كان الماتش طلع مش في مصلحه النادي الاهلي. كابتن وليد صلاح الدين مع حضرتك كابتن. انا بس كنت هحييك يا كابتن احمد، كنت اقول نفس الكلام اللي قاله كابتن ميدو، يعني احنا بنشكرك على الفتره اللي انت توليت فيها المسؤوليه، اتعرضت لضغوط، اتعرضت لضغوط كبيره. والله يا وليد طبعا انت اخ وضغوط يعني مش قادر اقول لك، ولكن الحمد لله الواحد يعني كان ساكت وكان شغال، كان بيلم الناس، وكان هدفه ان يبقى فيه يعني توفيق وستر ربنا معايا الحمد لله. لا يعني فعلا كل جماهير النادي الاهلي بتشكرك على الفتره دي، وتحملت المسؤوليه، واللعيبه كانوا واقفين على رجليهم سواء في الناحيه البدنيه او في الناحيه الفنيه. بس عايز اسالك سؤال، مين اللي كان هيلعب سيرد باك مكان محمد نجيب؟ هو محمد هاني. محمد هاني. طيب سؤال تاني، هل انتوا كجهاز فني بتفكروا تستعينوا ببعض اللعيبه اللي راجعه من اجازه زي حسام عاشور، زي احمد فتحي؟ معانا وليد بقالهم 3-4 ايام بيتمرنوا ان شاء الله، يعني فرصه بقى شوف الجاهزيه بتاعتهم الفتره الجايه، والذهاب عنده الجاهزيه والتعديل المشاركه ان شاء الله يكون موجود معانا ان شاء الله. كابتن احمد ايوب الف الف مبروك، وان شاء الله من انتصارات لانتصارات، وان شاء الله يعني تزودوا بطوله النادي الاهلي بطوله ان شاء الله بهذه البطوله العربيه. شكرا جدا جدا، يعني كلام الروح حلو فعلا.